تحياتي لكل الابطال والبطلات اليوم، اليوم الحلقه رح تكون بس خصيصا للبطلات، رح فرجيكم شيء جديد نزل من بي 1، طبعا كلكم بتعرفوا الايزوليت من بي 1 للشباب والابطال، طبعا الكل جربه، انا شخصيا جربته بكل الطعمات وخاصه طعم البيستاشيو كانت كثير طيبه، بس اليوم جبنا لكم بروتين بس للبنات، هلا في ياخذوه الشباب بس هو خاصه للبنات، هلا من منظره مبين للبنات، شكله كثير حلو، امبلاجه كثير حلو، انا كثير حبيته، رح اخذ لنينا منه. بس اللي زايدين وضايفين على غير انه البروتين، بروتين كثير مليح، ضايفين على الكارنتين، الكارنتين مثل ما بنعرفه هو حمض اميني بيساعد على حرق الدهون وتحويله لطاقه، هو اهم الاحماض الامينه بيساعد على هذا الموضوع. ثاني شيء في الكروميوم بيساعدك تحرض البنكرياس يفرز انسولين مشان ينظم عمليه الجلوكوز بالدم. ثالث شيء كمان في كافيين، في جرين تي، يعني في مصادر كثير وفي شغلات كثير لتساعدك تحرق دهون وتحوله لطاقه او حتى لتساعدك تحرق دهون. غير هيك في بروتين بيساعدك تعمل ريكفر العضلات، بيساعدك تغذي العضلات، تبني عضلات، تعمل جسم حلو، تعملي جسم حلو، هاي للصبايا. فشو ناطرين؟ جربوا منه. طبعا نسيت خبركم مو بس طعمي وحدي نازل، احنا نزلنا طعمه ستروبري مع بنانا، بظن كل الصبايا بحبوه، والصبايا اللي بحبوا كثير شوكليت وبيعانوا انه بالوقت الدايت ما بياكلوا شوكليت او شيء، فكمان بطعم الشوكليت، كمان جربوا، انا هذا جربته كثير طيب.